سوا ماجازين. سوا ماجازين. تفاهم هو مشروع حديث انضم إلى دائرة الحوار بين الثقافات، أسسه في لندن قبل عدة سنوات كل من الموسيقي السوري لؤي الحناوي والمؤلف الموسيقي البريطاني بنجامين إيلن. وتستعد منظمة تفاهم الثقافية لإصدار ألبوم جديد يتضمن أعمالا مستوحاة مما يجري من تغيرات في العالم العربي، ويشترك في الأداء مجموعة من الموسيقيين العرب ومعهم موسيقيون من عدة دول أجنبية. نتعرف أكثر على مشروع تفاهم من خلال ضيف سوا ماجازين اليوم الفنان والموسيقي السوري لؤي الحناوي. لؤي، أهلا بك على أثير راديو سوا، ضيفا عزيزا على سوا ماجازين، ونحن نستمع لمزاج صوفي من أولى أعمال مشروع تفاهم وهو من تأليفك. شكرا رزان، وأنا سعيد جدا أن أكون ضيفا على برنامجك، وأود أن أضيف أن هذا العمل هو مزاج صوفي. قام بأداء العمل تخت شرقي عربي من مجموعة الآلات العربية برفقة فرقة سيمفونية كبيرة. لؤي، البدايات كانت من المعهد العالي للموسيقى في دمشق والفرقة السيمفونية السورية وعزف الناي، وبعد عام 2000 نسمع عن تأسيسك لمشروع تفاهم، فما هي فكرة المشروع وما هو الهدف لؤي؟ نعم، تفاهم باختصار يعني هي محاولة لإيجاد مساحة قد تمكننا من التقارب. المعروف أن هناك يعني نمطيات بطريقة التي ينظر بها بعضنا إلى الآخر في الشرق والغرب، كأن ينظر العربي إلى الغربيين كمتفوقين، وأيضا تجدين في الغرب من ينظر إلى العرب بهذه النظرات المسبقة التي قد تكون غير صحيحة في معظم الأحيان. فهنا جاء دور تفاهم. المشروع بدأ في 2008 قبل بداية الربيع العربي بعدة سنوات، وما يجري في سوريا وفي شوارع الوطن العربي أذهل وأدهش العالم، وقد سبق تفاهم وسبق مشروعنا بكسر هذه الصور النمطية. نعم، إذا مر التغيير على مشروع تفاهم. نعم لا شك. كيف يتم العمل على إنجاز مشاريع موسيقية تحمل طبعا إلى جانب التذوق تحمل هدف التواصل بين الشعوب وكسر الصور النمطية التي تحدثت عنها؟ يعني الموسيقى هي اللغة التي يفهمها كل البشر يعني، ويستطيع كل الناس تلقيها، وهي الحقيقة في تفاهم هي وسيلتنا الجاذبة من أجل الجمع بين المتناثرات. من خلال تفاهم نقوم بالجمع بين الموسيقيين وتبادل الخبرات، وهذه المساحة قد تقرب من وجهات النظر وتكسر هذه الصيغ النمطية. أيضا من خلال هذا المشروع نقوم أيضا بمشاريع مرادفة، وهي تنطوي تحت المشاريع التعليمية. من خلال هذه المشاريع يتم كسر هذه الصور النمطية والتقريب أكثر بين المتضادات. نعم لؤي، نستمع إلى يعني عمل وهو من أعمال قليلة كتبت لآلات عربية بتقنيات يعني موسيقية معاصرة، وهو كونشيرتو من تأليف بنيامين إيلن وسولوناي لؤي الحناوي. لؤي، هل يتواصل تفاهم مع مشاريع ثقافية أخرى؟ نعم الحقيقة تفاهم يعني المشروع متواصل مع العديد من المنظمات التي تحمل طابع ثقافي. أود أن أخص بالذكر هنا ديوان فاونديشن، وهي يعني منظمة ذات طابع تعليمي أكثر، أشترك بإدارتها مع الفنانة اللبنانية عليا الزعبي. نقوم بتنظيم ورشات عمل موسيقية ومن خلال فن الحكاية الشعبية
ستوري تيلينج، وأيضا نتعاون مع العديد من الفنانين العرب المقيمين في أوروبا. يعني المؤسسة بدأت منذ عامين، ونحن ننظم العديد من الورشات العمل في المدارس والمتاحف. نشكرك لؤي، ونتمنى لكم التوفيق، ونودعك على أنغام هذا العمل الذي قدم في مهرجان لندن. نعرض الأزياء العام الماضي محاورة بين السوبرانو والناي للؤي الحناوي. شكرا جزيلا لؤي. شكرا رزان، وشكرا لراديو سوا. مستمعينا، ومع أنغام تفاهم تنتهي سوا ماجازين لهذا الصباح. كنت معكم أنا خالد هريدي، إلى اللقاء. قدمنا لكم سوا ماجازين.